بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. المحاضرة الثالثة من ماكينات. المحاضرة الأولى حكينا عن ال والهيد، وقلنا يوجد بها فالف وجيج العدادات، بالإضافة إنهن هي ثبت فوق الكيسينج هيد والتيوبينج هيد. أول شيء من الفالف ناخذه الماستر فالف، الأبر واللور، العلوي والسفلي. The main valves on will head used for isolation purpose on a following or injection will. هو كيف نقوله الأساسي ماستر فالف، هذا الصمام الأساسي في الويل هيد. when it is full opening that is has the same opening size or greater than the inside diameter of tubing string below. يعني إذا كان هو مفتوح الأخير، حط في بالك ان من داخليا راح يكون عملية المرور اكبر، تمام. عندنا اثنين من ماستر فالف، توب فالف ولور فالف، اللي هو العلوي والسفلي. التوب يوزد فور نورمال isolation في العزل العادي. كيف معناته عزل؟ يعني نسكر عشان نقوم بأي عملية أخرى، نسكر على الإنتاج، ومما يتيح لي أني أضيف مواد، ندير أي موضوع. أهم حاجة ما يكونش عندي تدفق، هذا معنى isolation، عزل أو فصل. أما اللي في الأسفل used for emergency if the top valve fails، يعني يستخدم في حالات الطوارئ إذا كان الأول عطل أو ما أدش الغرض. The master valve should only be closed if the well is to be shut in for long period of time. مثلا فاهم، قلنا يتم غلقه اذا كان نبو فتره طويله من البير، هذا مثلا وقف الانتاج، يتم غلق الماستر فالف. وينج فالف صمام الجناح او جانبي. This valve is gate valve. Gate valve يعني خروج، مش مثلا to يعني كيف ما نقوله اتجاه واحد. The wing valve this valve is gate valve and is installed on the flow line side of the flow T before shock. أنا أحكي لك عن موقعه بالضبط وين موجود. موجود on flow line side of the flow T before shock، موجود على اليمين قبل الشوك، تمام. The wing valve provides a means to isolate the flow line from the tubing. استخدم أو تسمح بعزل الفلو لاين من التيوبينج. under normal يعني في غير من غير العادي، تستخدم الوينج فالف لعزل البير.
control will flow shutting in or bring will back on flow lines done with shock valve. هو يعتبر صمام مساعد. شوك الوينج فالف يعتبر صمام مساعد. نزول السواب فالف is located on top of the flow T, يوجد في الأعلى. And normally has pressure gauge attached to it, متصل به. يوجد في أعلى Christmas tree أو flow tree, ويكون متصل ب اللي هو الجيج العداد. It consider access for facilities to the well bore or tubing by wireline cabling. يعتبر وحدة الدخول الأساسية لمعدات الواير لاين. The swap valve is opened during normal flowing well operation. يعني نقدر نفتحه عادي أثناء عملية التدفق. كل valve, the kill valve is located on the opposite side of the flow tree from the wing valve, عكس الwing valve. During kill valve facilities bumping into the tubing in order to kill a well or perform some from chemical injection. يستخدم لقتل البير أو إضافة مواد كيميائية غرض منها التحسين أو التطوير. نزول الشوك فالف. The shock valve is the well flow control. Normally it manually operated. However, offshore remote automatic control system have in place. طبعا يعني يدوية, وفي الأوفشور تستخدم مقلق أوتوماتيكيا يعني عن بعد. الشوك فالف يحكي لك عن الموقع متاعها. الشوك فالف located on the production wing downstream of wing valve. The shock valve is used to both control the flow of fluid from reservoir and to shut in and bring the well online. وضع ملاحظة لك when shut in في حالة الإغلاق البير. The shock valve should be first valve to be closed. أول صمام يتم غلقه اللي هو الشوك فالف. It is important to remember that all other valves on the well head and Christmas tree are gate valves and should be not used to control flow. ان الفالف اللي موجودات في الكريسماس تري كلهن اول مهمات, وكلهن جيت يعني اتجاه واحد فقط. نزول الحاجة الثانية بعد الويل هيد اللي هي الفلو لاين. Flow lines are pipelines connecting producing well to production manifold. Valves
may be installed at